تمكن قرد من إنقاذ قرد آخر بعد أن صعقه التيار الكهربائي في مدينة كامبور شمال الهند. فقد فقد القرد الوعي بعد أن صعق وهو يتسلق خطوط كهرباء السكك الحديدية. وبذل قرد آخر محاولات عديدة لإسعافه أمام استغراب عدد كبير من المسافرين، ولم يستسلم القرد المسعف واستخدم وسائل عديدة منها الضرب والعض وغطس القرد الفاقد الوعي في المياه. وفي الأخير كللت هذه المحاولات بالنجاح، واسترجع القرد المسعوق وعيه في مشهد إنقاذ أبان فيه القرد المسعف عن عزيمة كبيرة.